تمام، وانا معانا الاخ علي من مصر. استاذ علي تفضل. ايوه حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. السلام عليكم. عليك. استاذ طارق، اخبار سعادتك؟ الحمد لله بخير، سامعينك، تفضل بالسؤال. سؤالي للشيخ، معلش. امراه متزوجه ومعها 3 شباب. تمام ماشي. تمام. زوجها مرض واصبح مقصر في حقوقها الشرعيه، فهي على علاقة برجل آخر، فأمام خيارات، يعني تفعل فاحشة في الحرام أم تطلب الطلاق؟ طيب اسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ علي. مولانا سؤال واضح لحضرتك، تفضل. طبعا سؤال واضح، وواضح الإجابة، مش محتاجة يعني أكثر من هذا الوضوح. لا يستوي الحلال والحرام، والحرام لا مبرر له. الزوج ضعيف جنسيا، الزوج مسافر، الزوج مسجون، الزوج غائب، الزوج مهمل، الزوج مقصر، يوم القيامة هتتعلقي من عرقوبك لوحدك، حاسبي على فعلك، لماذا ارتكبت الحرام؟ ايه عذرك؟ اصل زوجي خلاص اتطلقت. طيب افترض واحدة مش متزوجة خالص وحضرتها الشهوة تزني، هل ده مبرر؟ لا، عليكم بالصوم، فإنه له وجاء عليه أنها تشغل دينها عن الحرام، إنما لا تذهب للحرام. الحرام لا مبرر له، لا عند الرجل ولا عند المرأة. أصل واحد زوج، والله أصل أنا مراتي بعيدة عني، أصل أنا مسافر وفي غربة، أصل أنا الفتن حواليا، أصل أنا عشان كده زنيت. لا مبرر للزنا أبدا، ده ربنا قال عنه ولا تقربوا الزنا، مش ما تزنوش إلا المقدمات، ما نقربش منها، ولا تتبع خطوات الشيطان. لا نتبع خطوات الشيطان، ليه؟ لأني خطوة هجيب خطوة ثم ستؤدي بنا إلى فعل الحرام والعياذ بالله. تتطلق، تقول لك لا أنا خايفة من الوضع الاجتماعي، يعني سعادتك الحرام الاجتماعي ولا الحرام الشرعي؟ لا يتولع، يولع الحرام الاجتماعي. إيه الناس هتقول عنك إيه؟ مطلقة؟ طب لما تقال عنك خاينة ولا زانية؟ مين الأبشع عند ربنا وعند الناس؟ الزنا طبعا. فلا، هذا ليس مبررا. بعض النساء للأسف في بعض البيئات تقول لك لا أنا صار بنت ناس ما اتطلقش. طب وأنت بنت ناس تزني يعني؟ أصل لا، طب أنت يعني مسلم يزني؟ ده سيدة هند بنت عتبة وهي تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة بعد ما أسلمت. فقال ولا يزنين؟ فقال أو تزني الحرة؟ يعني في واحدة حرة بنت ابوها وامها تزني؟ استنكرت اصلا، مش مجرد ان النقاش، لا استنكرت ان يزن تزني المراه الحره. وقال العرب قديما الحره تموت جوعا ولا تلتزق بثدييها او تلتزق بلحمها او بجسدها. لا، فمساله لا والله اصل زوجي عنده، خلاص حق ليك الطلاق. هو لو زوجك ما بيخلفش هتعمل ايه؟ وعايزه تخلفي هتضطري تتجوز حد بيخلف؟ وهو نفس الحاله، هو ده دافع ان انا اروح ازني واجيب واد من الحرام ولا مرات بتخلفني، ملهاش علاقه.